مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من كشك الصحافة. نطالع كالمعتاد أهم ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية كل يوم. البداية من موقع بوست، أورد ما قاله مراسل قناة الجزيرة في نيويورك عن جهود بذلتها الحكومة اليمنية بمساندة من المجموعة العربية ودول أفريقية. أحبطت مساعي في مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحوثيين وممثلين عن الرئيس المخلوع بالتزامن مع عمليتي الانسحاب وتسليم الأسلحة. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر دبلوماسي أن دولا غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة دعمت صيغة لبيان تراعي مطالب الحكومة اليمنية الرافض لتنفيذ خارطة طريق للحل بشكل متزامن، مشيرا إلى أن روسيا اعترضت على الصيغة. يتابع موقع بوست الحكومة اليمنية بدعم من دول التحالف العربي تطالب بتنفيذ متسلسل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المتعلقة بإزالة أثار الانقلاب بما في ذلك الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة. إلى موقع تغيير نت، عنوان في صفحته الرئيسية وقال: المفاوضات اليمنية في مهب الريح وولد الشيخ يتحرك لإنقاذها. قالت مصادر متطابقة من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إن مشاورة السلام بين الجانبين في الكويت لن تستأنف على الأرجح في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة في 15 من يوليو الجاري بسبب خلافات حول شكل الحل. يقول الموقع: من المتوقع أن يجري المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تحركات دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الموقف. وذكرت المصادر أن وفدي الحكومة والحوثيين وحزب الرئيس السابق صالح لن يكونوا في الموعد المحدد في الكويت لبدء الجولة الثانية من المشاورات التي أعلن عن رفع جولتها الأولى في 29 من يونيو الماضي. قالت المصادر: المبعوث الأممي من المنتظر أن يزور الرياض من أجل لقاء الرئيس اليمني والفريق التفاوضي الحكومي لإقناعهم بالانخراط في الجولة الجديدة من المشاورات لينتقل بعدها إلى صنعاء للقاء وفد الحوثي وصالح. هادي ونائبه في مأرب، تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالا ونشره في موقع مصدر أونلاين. وقال جميح: تصريحات وزير الخارجية اليمني التي ألمحت إلى عدم العودة للكويت بسبب خارطة ولد الشيخ التي يبدو أنها تريد إعادة إنتاج القرار 22/16 لشرعنة الانقلاب، تحرك جبهة نهب، استدراج الانقلابيين إلى تعز، حديث عن تنسيق مع شخصيات في حزام صنعاء القبلي لصالح الشرعية، كل ذلك يضاف إلى تصريحات العميد أحمد عسيري حول الحل العسكري، وأخيراً وصول الرئيس هادي مصطحبا نائبه وتصريحات هادي حول قرب معركة صنعاء، موقفه المتشدد إزاء العودة للكويت، اتهامه المبطن للأمم المتحدة بمحاولة الالتفاف على القرار الدولي ورفضه لمفاوضات تكون غطاء لمواصلة الانقلاب. ضابط كبير في الجيش سألته حول توقعاته من مفاوضات الكويت، رد بقوله: التوجيهات هنا أننا سنقاتل. وبعد رمضان قابلت مسؤولا في لندن، قال لي محدثي السعودي: ما هي توقعاتك؟ قلت: أنا الذي أسأل. قال: أحب أن أسمع منك. قلت: لا أتوقع عودة للكويت. قال: قبل العيد ستكون المعركة. كل تلك المؤشرات على الخطة العسكرية التي يجري إنضاجها في مأرب والجوف وعسير ومياه البحر الأحمر. لا يزال صالح والحوثي يراهنان على الفيتو الأمريكي على دخول صنعاء. الحقيقة أن واشنطن ليست مع دخول صنعاء وليست ضده، هي تخشى فوضى تمكن القاعدة من التمدد وحسب. وإذا قدمت لها ضمانات بمنع تحول صنعاء إلى الفوضى حال اقتحامها فإنها لن تمانع من دخولها. موقع عدن الغد عنوانه هو الآخر: الضنك يغزو مدينة عتق من جديد وغياب تام لجهود مكافحتها. قالت مصادر طبية في مدينة عتق في محافظة شبوة إن عدد حالات حمى الضنك المصابة في المدينة بلغت أكثر من 150 حالة، منها حالة وفاة. وجاء ذلك في كلمة إرشادية وجهها خالد فرحان من إدارة الترصد الوبائي بالمحافظة. أضاف:
لا توجد أي إمكانيات لدى مكتب الصحة لمكافحة الضنك بحكم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنهم لم يتلقوا أي دعم من أي جهة رغم رفع تقارير بتفشي المرض في المحافظة بأكملها. إلى موقع دن تايم، تابع غرق شابين من محافظة لحج. وقال الموقع: تشيع جثماني الشابين الغريقين في أول أيام العيد. وقال الموقع: شيع جثمانا الشابين الغريقين من أبناء حوطة لحج اللذين لقيا حتفهما في أول أيام عيد الفطر خلال رحلة شبابية بحرية في عدن. يفيد الموقع: عثر على الشابين في اليوم التالي من غرقهما في أحد شواطئ عدن. من عناوين الموقع أيضا: رئيس الحكومة يقول سنتغلب تدريجيا على أزمة الكهرباء وغدا نستقبل أولى بشائر الانفراج. عنوان آخر: عمال كهرباء عدن يطالبون بالمستحقات ويلوحون بالإضراب. أما موقع مصدر أونلاين فقد جاء في صفحته الأولى: طائرة أمريكية بدون طيار تستهدف سيارة كان على متنها 4 أشخاص في مأرب. عنوان آخر: نقاش عمليات تهريب السلاح للحوثيين، اجتماع أمني عسكري في عدن برئاسة رئيس الحكومة. عن المعارك في الجوف، عنوان الموقع وقال: الجيش الوطني يستعيد موقعا سيطر عليه الحوثيون في الجوف ومقتل جندي. أيضا عنوان يأتي عن اعتقال مطلوبين للأمن في لحج والعثور على أسلحة ومتفجرات. اليمن وأوهام السلام وحقائق الحرب. تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقالا في العربي الجديد، وقال البكيري: أصبح اختبار جدية هذه الميليشيا ورغبتها في السلام مفروغا منه، ليس بحسب الواقع الراهن والمشاهد، وإنما من خلال أدبيات هذه الجماعة وتاريخها، وهي التي كانت مجرد مركز تعليمي لتفجير الوضع عسكريا في صعدة في العام 2004، وغدت اليوم دولة داخل الدولة وتتحكم بكل مقدرات الدولة اليمنية وأجهزتها الأمنية والعسكرية. الاستمرار الدائم في إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة وعلى مدن يمنية محررة مثل مأرب ليس سوى نموذج لحقيقة المرحلة المقبلة التي يراد فرضها تحت شعار السلام المزعوم، عدا عن حالة التحشيد الكبيرة في كل الجبهات من هذه الميليشيات، كلها مؤشرات على أن لا طريق للحل في اليمن سوى الانتصار العسكري وحده خيارا استراتيجيا ليس لليمن فحسب، وإنما للمنطقة العربية كلها، فمن خلاله يمكن بدء عاصفة عكسية لاستعادة ما قضمته إيران على مدى 10 سنوات من دول عربية بكاملها. لذا أصبح تأخير الحسم العسكري المقدور عليه في الحالة اليمنية بمثابة جهاز تنفس صناعي للانقلاب يعمل من خلاله على ترتيب صفوفه وإيجاد مناخات ومناورات أخرى مع الشرعية والتحالف. فأي تأخير يعني في المقابل ترهل الشرعية وضعفها وتوفير فرص أكبر للضغوط الدولية المؤيدة للميليشيات تحت شعارات مختلفة لإيقاف الحرب، منها إنسانية وحقوقية وهلم جرا من ملفات وأوراق يتم خلطها وفي مقدمتها ورقة الإرهاب. إلى موقع يمن مونيتور والذي عنون في صفحته الرئيسية وثيقة محمد الحوثي يبدأ باستبعاد قيادات مؤتمرية من مناصب سيادية. في تفاصيل الخبر قال الموقع: كشف اليوم الأول لعودة الدوام في المؤسسات الرسمية اليمنية في صنعاء عن قيام الحوثيين بإصدار قرارات لاستبعاد القيادات المؤتمرية من مناصبهم في مؤسسات سيادية. أضاف الموقع أن جماعة الحوثي أقالت عبر اللجنة الثورية نائب المدير التنفيذي في المؤسسة اليمنية العامة للغاز والنفط صبري محفوظ محمد عوض من منصبه ووضعته في خانة المستشارين للمؤسسة في مقر الشركة الرئيسية في العاصمة. وفي تصريح ليمن مونيتور أفاد أحد العاملين في الشركة:
إن هذا الاستبعاد جاء لاستهداف أفراد موالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذين يعملون في الشركة، مشيرا إلى أن صبري يعد أحد أبناء الشركة الغازية لاستمراره في العمل فيها لمدة 25 سنة، ويعد من القيادات البارزة في الشركة، ويحسب الصبري سياسيا على المؤتمر الشعبي العام. إلى موقع الوحدوي النت، عنوان: الحوثيون يتسببون في مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة في الطريق العام بمدرية القبيطة. قال الوحدوي عن مصادر محلية في التفاصيل أن اللغما انفجر في طريق الكوكب الطريق العام في مدرية القبيطة جنوب مدينة تعز أسفر عن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، وأوضحت أن المدنيين كانوا يمرون من الطريق على أقدامهم قبل أن ينفجر اللغم ويقتل 5 من أسرة واحدة ويصيب 3 آخرين. جاء أيضا من عناوين: منظمة أطباء بلا حدود في قعطبة تعلق أنشطتها لأسباب أمنية. وقبل أن نطالع أهم ما تقوله الصحافة العربية اليوم، نذهب كالمعتاد إلى فاصل، فابقوا معنا. مرحبا مجددا مشاهدينا، فلنذهب إلى الصحافة العربية اليوم. ماذا تقول البداية من صحيفة العربي الجديد؟ اسطوانات الغاز 12 مليون قنبلة موقوتة في بيوت اليمنيين. تنقل الصحيفة في تحقيق خاص عن رئيس قسم صيانة اسطوانات الغاز في شركة النفط والغاز المهندس عبد العزيز شائف. مشكلة الاسطوانات التالفة تتفاقم من عام إلى آخر، ويقدر عدد الاسطوانات غير الصالحة للاستخدام في السوق المحلية في عام 2016 بحسب توثيق الشركة بنحو 12 مليون اسطوانة نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي المقدر ب 15 عاما ولسوء الاستخدام ودخول أعداد جديدة من الاسطوانات مجهولة المصدر بسبب الفوضى السياسية في البلاد. وتدعم نتائج الاستبيان الذي نفذه معد التحقيق في أمانة العاصمة ما قاله المهندس شائف، فمن ضمن 2000 مواطن شملهم الاستبيان حصل 1196 مواطنا على اسطوانات تالفة، 80% منهم حصلوا على اسطوانات غير سليمة أكثر من 3 مرات خلال عام واحد. تتابع العربي الجديد: لا يكاد يمر أسبوع إلا ويستقبل مركز الحروق الطبي بالمستشفى الجمهوري بصنعاء مصابين جدد جراء حرائق سببها تسرب الغاز أو انفجار في أسطواناته. تابعت صحيفة البيان الإماراتية زيارة الرئيس هادي لمحافظة مأرب وعنونت: هادي يتعهد بتحرير صنعاء قريبا. في التفاصيل، هدد الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بمقاطعة مباحثات السلام اليمنية في دولة الكويت، محذرا الأمم المتحدة من فرض رؤيتها الأخيرة عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي خطاب له في مدينة مأرب خلال زيارة هي الأولى له للمدينة، قال هادي: إن الشرعية لن تعود إلى مشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها، مؤكدا أن الحوثيين يسعون لشرعنة انقلابهم وليس لتحقيق السلام. شدد أيضا على أن اليمنيين لن يقبلوا أن يكون اليمن دولة فارسية، وحذر العالم من مخطط إيران ومن هدفها لإخضاع العالم من خلال سيطرتها على ممري هرمز وباب المندب. من عجائب الحرب في اليمن، تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الله مقالا في صحيفة القدس العربي، وقال عبد الله: ليست كل الأشياء واضحة ومحددة في حرب اليمن، فعدن التي تحررت قبل عام وأصبحت حسب المرسوم الرئاسي عاصمة مؤقتة تردد أناشيد النصر على إيقاع صيف مكشر وحارق مكابدة ندرة الضوء والوقود والماء، ولم تشفع لها النداءات المقرونة بالشكر والمديح لدول التحالف للفت نظرها إلى حالات الغرق المؤلم في دياجير الصيف وانقطاع الخدمات الأساسية أكثر مما كان عليه الحال في وقت المعارك داخل المدينة. عدن مفتوحة على البحار والبراري وتعتبر من الناحية العملية تحت رعاية الحكومة الشرعية، إلا أنها تعيش وضعا أسوأ من أي مدينة محاصرة، حتى أن موسم الشكر لدول التحالف يكاد يتلاشى لتحل بدلا منه سرديات إعلامية تستجلي المفارقات بين المدن المحررة
والأخرى التي تقبع تحت الهيمنة الحوثية. وهذا الأمر يثير الشعور بالحيرة تجاه الجوار الإقليمي وفقا لاعتبارات عدة، أولها أن من حق الناس عليه أن يضعهم تحت العناية، خاصة فيما يتعلق بالضرورات التي لا تستقيم الحياة بدونها. فالناس في هذه الأرض بعيدون عن الأمواج الزرقاء لبحر إيجا وسواحل جنوب أوروبا، وليس أمامهم سوى المكوث في مكانهم قبالة الصفيحة القارية الصلبة للجزيرة العربية وانتظار مساعدة الضرورة من الجوار خلال هذه المحنة التاريخية العسيرة. تطبيع الحياة في المناطق المحررة، خاصة توحيد القطاعات العسكرية والأمنية وتوفير الخدمات الأساسية، أصبح مادة مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والإعلامية وحتى في الوسط الشعبي، فيما يعتقد البعض أن الأمر يحتاج إلى وقت كاف كي يتوافق مع حسابات شاملة لوضع اليمن. صحيفة الخليج الإماراتية أوردت في أحد عناوينها وقالت: قائد عسكري يقول ننتظر ساعة الصفر لبدء معركة صنعاء. أكد العميد عبد الرحمن أحمد ناصر المثالي أحد القيادات الميدانية في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء في تصريح للخليج أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكملا كافة التجهيزات والاستعدادات لبدء معركة تحرير العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن قوات الشرعية بانتظار توجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الرب منصور هادي لتحديد ساعة الصفر لتدشين العمليات العسكرية لتحرير العاصمة وإنهاء سيطرة الإنقلابيين القسرية على مؤسسات الدولة. من جهته نفى اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني والخبير العسكري البارز ما تردد عن بدء العمليات العسكرية لتحرير العاصمة عقب وصول تعزيزات من قوات الشرعية إلى محافظة مأرب للاشتراك في معركة تحرير صنعاء. أشار اللواء خسروف إلى أن القرار السياسي ببدء العمليات العسكرية لتحرير العاصمة لم يتخذ بعد من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، وأن الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف على أتم درجات الجاهزية العسكرية والمعنوية لخوض معركة تحرير العاصمة صنعاء. إلى صحيفة عكاظ جاء في أحد عناوينها: ترحيل يمني من غوانتانامو إلى روما. قالت الصحيفة في التفاصيل: الولايات المتحدة نقلت المعتقل اليمني فايز أحمد يحيى سليمان إلى إيطاليا، وكانت لجنة مراجعة أوضاع معتقلي غوانتانامو أوصت في شهر يناير عام 2010 بنقل سليمان من المعتقل الذي يقبع فيه منذ يناير عام 2002. تتابع الصحيفة: ولا يزال 78 معتقلا في سجن غوانتانامو الذي وعد أوباما بإغلاقه، إلى أنه لم يتمكن من ذلك بسبب معارضة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. هل فشلت المشاورات اليمنية؟ بهذا السؤال بدأ هاشم عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب: السؤال الآن، ما الذي دفع إلى إقدام المبعوث الأممي لإطلاق ما سمي خريطة الطريق من دون أن يكون قد توفر توافق واتفاق بين المتشاورين؟ الواقع أنه لم تتوفر لا معلومات ولا رؤى يمكن البناء عليها، الأمر الذي يجعل الموضوع في احتمالات وتوقعات وتقديرات. الاحتمال أن يكون ولد الشيخ دفع بهذه القضية لإدخال المشاورات في متاهة زمنية من اللغط عن القفز على أولويات، والمسألة هنا ترتبط بعملية شراء الوقت. ويبدو أن الاستعدادات التي أبداها مشاركون في المشاورات للاستمرار في المشاورات لسنوات دفعت بإطلاق هذه القضية بهكذا مفاجأة. والاحتمال الآخر أن يكون ولد الشيخ توقع ردود الفعل المتناقضة عليها، ما سيدخل القضية في تداولات وربما تراجعات، وعند هذه النقطة سينقلب موقف الإنقلابيين، وعندها ستبدأ فترة جديدة من دور الأمم المتحدة في اليمن أشبه وأقرب إلى دورها في ليبيا بالاعتماد على القوى البديلة وليس الجديدة. والاحتمال الثالث أن يكون ولد الشيخ يحاول أن يقدم إنجازاً ولو بالإعلان، وهذا قد يعود إلى ما يواجهه من الجهات الأممية
في شأن الأزمة اليمنية ودورها الذي دخل الآن مأزق إقناع نفسه بما أقدم عليه من دون أن يكون ذلك بالتوافق والاتفاق. الاحتمال الأخير أن يكون ما جرى يستهدف وجود المشاورات في الكويت لإظهارها بأنها غير ذات جدوى، ومن غير المستبعد أن يكون ولد الشيخ الراحل الأول من هذه العملية إذا لم يجري تدارك ما حدث. بهذا القدر من الصحف العربية والمواقع الإخبارية نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة. أترككم مع رسومات الكاريكاتير وحتى ألقاكم في أمان الله.